بس دي ده كوم بقى، وعندنا حلقة مهمة جدا جدا النهاردة على قناة الحياة ودي ام سي، صح كده؟ النجم إبراهيم عبد الجواد عملها النهاردة مع نجوم التسعينات، تحديدا هشام عباس، أو نجم هشام عباس وحميد الشاعري وخالد عجاج. هنتفرج على حلقة جامدة جدا جدا، سهرة من مدينة العالمين، من مهرجان العالمين لحضراتكم. خلونا نتابع البرومو. لقاء خاص من مهرجان العالمين الجديدة 2024، هنرجع فيه أجمل الذكريات. احنا معانا ثلاثة من أهم النجوم اللي احنا استمتعنا وتربينا، ذكرياتنا اتشكلت على أغانيهم. مع نجوم التسعينات. الله يسلم حالك، الله يديمك طيب. النجم حميد الشاعري، النجم هشام عباس، النجم خالد عجاج. شكا حكا بكا حكا. ايه المميز في حميد الشاعري؟ بعد انا هشام نغني اغنيه جديده عندي ناري ناري. حلوه قوي الاغنيه دي، تغنية؟ انا اعتقد ان هو كان سابع عصره. قر يا شاف قر. ايه اليوم الحلو ده؟ احنا عندنا بدايه لشهر مميز جدا. قريبا من العالمين الجديده.